عشرات الآلاف، معظمهم من أبناء الطائفة العربية الدرزية في ساحة رابين بمدينة تل أبيب، احتجاجا على قانون القومية الذي أقره الكنيست قبل أسبوعين. مصادر إعلامية قدرت أعداد المشاركين بأكثر من 90,000 متظاهر، بينما أعلن المنظمون أن العدد تجاوز 100,000 متظاهر. ومن جهته شن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان هجوما على المتظاهرين، قائلا أن من بين المتظاهرين هنالك سياسيون وأشخاص مغرضون يسعون إلى إشعال النيران. حول ذلك عفاف، ننتقل مرة أخرى إلى الخط الهاتفي، وبالتحديد ينضم إلينا الآن الصحفي منعم حلبي. سعد صباحك سيد حلبي. أجمل تحياتي لك ولجميع المشاهدين. يعني في البداية دعنا نتحدث عن رمزية هذا الحراك الذي شهدناه يوم أمس. من ناحية الكمية كانت رائعة جداً، بالفعل تعبئة جماهيرية لم يسبق لها مثيل، وشبكات الفيسبوك في الأسبوعين الأخيرين هاجت وماجت منددة بهذا القانون العنصري الآخر الذي جاء على حساب جميع الأقليات العربية في البلاد. سيد منعم، يعني بعد هذه المظاهرة اللي فعلا شهدنا فيها بحسب التوقعات وبحسب ما ذكرنا نحو 100,000 مشارك، ماذا بعد؟ يعني بالذات أنه هنالك تصريحات مباشرة من مكتب رئيس الحكومة بأنه يعني لن يغير هذه التظاهرة أو هذا يعني الصوت الجماهيري أي شيء وأي حرف بقانون القومية. جيد أن نتحدث فيما بعد هذه المظاهرة، ولكن لنتحدث رويدا عن المظاهرة ذاتها. يعني هذه في اعتقادي هذه وقفة تاريخية، يعني دائما اتهمت الطائفة العربية الدرزية بموالاتها منقطعة النظير للدولة مهما حصل ومهما حدث، وهذه المرة خضعت القيادات، نعم خضعت القيادات الدرزية للجماهير العربية الدرزية التي نادت بالمساواة مساواة مساواة. وباعتقادي هذه الوقفة هي يعني كرحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، هذه كانت الخطوة الأولى والشرارة الأولى التي قالت في وجه هذه الحكومة اليمينية المتطرفة كفى، وأيضا في وجه القيادات التقليدية الدرزية كفى، كفى خطابا متذبذبا كالذي استمعنا إلى قسم منه أيضا بالأمس على فكرة، كفى لهذا التواطؤ في غناء نشيد هاتيكفا الصهيوني في نهاية المظاهرة. باعتقادي من خلال هذه المظاهرة نستطيع أن نخطو خطوات إلى الأمام وليس خطوة واحدة. صحيح قانون القومية لن يتغير لأن نتنياهو يريد من خلاله الأصوات اليمينية اليهودية في الانتخابات القادمة، صحيح هذا القانون سينضم إلى سلسلة قوانين مشحفة بحق الطائفة الدرزية وحق جميع الطوائف العربية مثل قانون كامينيتس الذي يتحدث عن التخطيط والبناء والذي يخنق قرانا ومدننا العربية، ولكن الصرخة دوت بالأمس، دوت في جميع أنحاء المعمورة، وباعتقادي من خلال هذه المظاهرة ستعمل الحكومة ألف حساب للأقلية العربية في المستقبل. نعم سيد حلبي، يعني نحن أيضا نرى صور ربما من التظاهرة التي كانت يوم أمس في مدينة تل أبيب، يعني ولكن تطرقت إلى نقطة جدا مهمة، إلى شقين ربما في المعادلة، القيادات التقليدية والقيادات غير التقليدية، وهنالك مطالب من الاثنين. ما هي الحلول أو ما هي الخطوات التي قد ترضي الطرفين وقد ترضي أيضا الطائفة العربية الدرزية وأيضا المجتمع العربي الفلسطيني بشكل عام؟ سؤال ممتاز. بما أنه القانون لن يتغير بحسب قولك. القانون لن يتغير، في بداية العام القادم ستجرى انتخابات للكنيست حسب جميع التوقعات، ونتنياهو يريد أن يظهر أمام اليمين الإسرائيلي المتطرف بأنه أكثر تطرفا من بنت ومن آخرين، لذلك يريد الأصوات، لذلك جاء هذا القانون عملية. الطائفة العربية الدرزية تبحث عن المساواة، هي تحدثت بالأمس من خلال هذه القيادات التي زي ما ذكرت قسم منها رجعية وتقليدية، وحان الأوان أن تغير هذه القيادات الحديث والتحدث أمام السلطات الإسرائيلية، وحان الأوان أن تتغير، لأن الشارع العربي يريد تغييرا والشارع الدرزي يريد تغييرا من القيادات الشبابية ثورية وطنية
تبحث عن المساواة بكل ثمن، لأننا ولدنا في هذه الدولة قبل اليهود أن يأتوا من جميع أنحاء أوروبا. لذلك صحيح. كفى الحديث عن التجنيد الإجباري وبأننا الضباط وبأننا ذهبنا إلى الجيش، لذلك نريد العطاءات من هذه الدولة. نحن نريد كمواطنين مساواة تامة في الحقوق، ومن ثم ليتحدثوا عن الواجبات. صحيح. بصدد الوسط العربي، أنا أعرف بوجود حركات وتحركات في الأسابيع، في الأسبوع القادم، بصدد أيضا مظاهرات كبيرة جدا، ونحن نعلم بأن الوسط العربي يجب أن تقال الحقيقة. لم يشارك بالأمس، من شارك بالأمس أبناء الطائفة الدرزية خاصة من الكرمل وأيضا من الجليل، وأيضا يهود قسم منهم تحدثت، أنا طبعا تواجدت هناك، تحدثت مع قسم كبير منهم. يعني تتحدث مع اليهود وتشعر بأنك تتحدث مع أناس يتضامنون مع القضية العربية، ويعرفون بأن هذه الدولة يمينية متطرفة، ويلجؤون إلى الحوار الصحيح لكي تتغير هذه الحكومة من أصلها. ولكن يجب أن نتجند عربا ضروزا، مسلمين، مسيحيين، بدو، شركس، سئمنا من صحيح. هذه الألقاب. هذه الألقاب صنفتنا إياها الدولة منذ سنوات الأربعين في سياسة فرق تسد. جميعنا عرب وجميعنا مع حقوق تامة، نريد حقوق تامة عنوة عن هذه الدولة تمام. اليمينية المتطرفة. يعني بالذات أمام هذه المرحلة إحنا بحاجة لهذه الوحدة، وبدون شك لإسماع صوت جميع أبناء أو جميع طبعا شرائح يعني هذا بالأمس المجتمع في الداخل من الفلسطيني. قاد هذه التظاهرة الضباط، أنا دائما أضع نقاط على الحروف، الضباط الدروز. ولكن هذه الشرارة الأولى، الشرارة الثانية يجب أن تكون من يقود هذه المظاهرة من الدروز وسائر العرب وحدة متكاملة، من الشباب الثوري الواعي المثقف الوطني الذي ينبذ نشيد التكفى، وليس يد ولا يدعو المتظاهرين ولا يدعو القيادة أن تمثل في المنصة لتغني هذا النشيد. هذه الشرارة الأولى، كل أمل وطموح أن تأتي شرارات ثانية وثالثة ورابعة إن مستقبلا. شاء الله. الصحفي منعم حلبي، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في هذا الصباح.